حوالا منورنا، وتعالوا نعرف ايه القصه وايه الحكايه. هنبدا بالجزء ده زي ما اتفقنا كده. الجزء ده يعني اخد معاكم من سنه ونص لسنتين. مظبوط. اتفضل بقى احكي لنا الحكايه من اولها. الحكايه من اولها ان احنا ناس معماريين او مهندسين معماريين، حبينا التصميم وحبينا ان احنا نعمل افكار مختلفه، وتخرجنا من قسم العماره كليه الهندسه، ولقينا ان احنا عايزين نتجمع على فكره، احنا عايزين نعرف الناس العاب تكون بتفيد البشر، مش بس فكره لعبه وخلاص. لقينا ان البدايه بتاعتنا حاجه لطيفه، ان احنا نكون بنعرف الناس عن الحروف الهيروغليفيه، بنعرفهم عن اللغه، لكن هي مش بالشرط تكون معلمها لهم كلها يعني. فبدانا بالتجارب بتاعتنا ان احنا عايزين نعمل حروف. جبنا كوتشينه عاديه خالص، رشينا عليها الالوان. دي التجارب، دي التجارب يعني طبعا عليها. احنا بنحكي الحكايه، الناس دي فكرت ازاي تخلي اولادنا يعرفوا الحروف الهيروغليفيه القديمه اللي هي اللغه المصريه القديمه. تعالى الحروف دي بدأنا، فانتوا بدأتوا كده ايه بحاجات بسيطه يعني جدا في اللي البيت. تحت ايديكم. جبنا كوتشينه رشيناها، حطينا عليها الحروف الهيروغليفيه. تمام. كانت الشغف الاساسي يعني الناس ايه، عشان اللي عايز يفكر مفيش حاجه هتوقفه، هو جابوا الحاجه وابتدوا يرشوا الكوتشينه عاديه عشان ايه، ونحط الحروف الانجليش تجاربهم. بالظبط كده. وكان بدايه الموضوع عندنا ان احنا ده اللي بنلاقيه في السافونير شوبس، اللي هي حاطين الحروف ما بين الانجليش والفرعوني، وحسينا ان احنا اختصرنا اللغه على هذا الشيء. ايوه. وطبعا ده لا يليق بعظمه اللغه العظيمه المصريه. مظبوط. المصريه القديمه فعلا. بنروح اي بازار او سائح بيجي يشتري حاجه، فبياخد دي فبيلاقي ايه مكتوب الاي بي سي وفوقيها اللغه الهيروغليفيه القديمه، وخلاص على كده. بالظبط كده. فاحنا بنحاول نطور ده. وبدأنا نقول ان احنا عايزين نتعلم اكتر عن اللغه الهيروغليفيه، ورحنا اخذنا كورس من حد في كليه اثار، عرفنا اكتر ان الحروف دي مفروض ان هي بتترجم الكلمات الى ترجمه صوتيه، اللي هي كلمه ترانسليتريت، اللي هي اسم اللعبه اللي موجوده قدامنا. طب استناني بس. انتوا مين؟ انتوا المجموعه خمسه. بالظبط. وخدتوا قرار انكم هتمشوا المشوار ده لدرجه انكم تروحوا تاخدوا كورس في اللغه المصريه القديمه. مظبوط. صح كده؟ ايوه. ده والله ده برافو عليكم. كمان كمل بقى. فلقينا ان احنا بناخد الكورس بيعرفونا عن حجر اسمه حجر كانوب. حجر كانوب ده هو نفس فكره حجر رشيد. فقلنا جزء من الحاجات اللي احنا عايزين نوصلها للناس ان الحاجه اللي احنا هنكتب عليها في اللعبه تكون هي حجر كانوب. حجر كانوب اخذنا السلوات بتاعه وعملناه في لوح شفاف. اللوح الشفاف ده عشان يبين الشفافيه اللي ما بين الحاضر والمستقبل والماضي، وبعدين نخلي اللعبه بيتكتب عليها باجزاء زي اللي كان المصري القديم بيستخدمها. دول كلهم عشان الكتابه اللي احنا هنكتب دي عليها. المراحل اللي احنا وصلتنا للحجر. اول حته بلاستيكه. يعني خلي بالك احنا هنا في الجزء ده مرحلة. الناس دي وهي بتجرب مع نفسها كده بامكانيات قليله، بتشوف هتنجح التجربه ولا مش تنجح التجربه، فدي تجاربهم هنا. فعملوا هو ده البتاع لغايه ما وصلوا ده المنتج النهائي. الفاينل هو ده. يعني ده كمان قبل الفاينل. جميل. ده في النص كتير بس احنا ادي ايه دول الحاجات برضو وانتوا بتعملوا الرموز. بالظبط كده. برضو استخدمتوا كده حاجات جبتوها منين دي؟ دي دقائين من كان الخليج. كنتوا بتروحوا تعملوا ده معمول لنا مخصوص. رموز مخصوص. بس ادي المراحل عشان هنشوف هم وصلوا ليه. واللعبه بالنسبه لهم مش لعبه، هي مشروع وطني. عندهم احلام انها تنقل تفاصيل كتيره عن تاريخ مصر القديم للعالم، وكمان تبقى هدية يشتريها أي ضيف لمصر لأصحابه في أي بلد في الدنيا. كل يوم أصحاب اللعبة بيطوروا في لعبتهم، وعندهم هدف كبير إنها تبقى في شعبية الألعاب المنتشرة وتبقى موجودة في كل بيت.